هم النجوم منيرة سما الظلام، هم الليوث عزيزة يوم الحمام، هم الصحاب لا ريب يصيبهم، هم الامان هم الغر الكرام، هم الامان هم الغر الكرام، هم الرجال اختارهم رب العباد، فكانوا خير مدافع يوم الخصام صلاتنا على الصحابه كلهم اوصى بهم نبينا خير الانام اوصى بهم نبينا خير الانام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد أيها الأحبة الطيبون المباركون مرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة صدور الرحابة في جيل الصحابة. في هذه الحلقة نتحدث عن رجل جاء من بلاد الحبشة. رجل أكرمه الله بالإسلام وأكرم الله به الإسلام. رجل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا ذكر هذا الرجل يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا فمن هذا الذي يصفه عمر رضي الله عنه بسيدنا ويعطيه هذه المكانه وهذا المقام انه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه هذا الرجل رغم هذا التكريم وهذا الاكرام الذي رفعه الله به بهذا الدين العظيم كان رجلا متواضعا فكان اذا سئل عن نفسه قال انما انا حبشي كنت بالامس عبدا انما انا حبشي كنت بالامس عبدا تواضع عجيب من هذا الرجل والذي نقول عنه انه احدى معجزات الايمان احدى معجزات الاسلام احدى معجزات الصدق احدى معجزات الثبات على هذا الدين عند الابتلاء وعند ما كان المشركون يعذبونه وعندما كان المشركون يؤذونه تجلت هذه المعجزه الباهره بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه الذي كان عبدا لاميه بن خلف من بني جمح اولئك الذين نفخهم الكبر واثقلهم الغرور وجثم الشيطان على صدورهم ومكثوا عبادا للاصنام وعبادا للجاهليه وحينما اسلم عبدهم بلال ظنوا ان العبد لا يحق له أن يكون له عقيدة وإيمان غير إيمان سيده هكذا كانوا يعتقدون العبد لا حق له أن يعتقد إلا ما يعتقده سيده بهذا المنطق عمل بنو جمح وسيدهم أمية بن خلف على تعذيب بلال ليغيروا عقيدته ليغيروا عقيده الايمان التي استقرت في قلبه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك سلطوا عليه اقسى الوان العذاب اقسى انواع الاذايه والتعذيب ولكن بلالا صمد صمود الابرار العظام جردوه من ثيابه سحلوه وسحبوه في الارض وضعوا عليه الصخور وهو عريان وضعوا عليه الجمر اي وضعه عريان على الجمر على ان يترك دينه ويرجع الى الكفر ويرجع الى الشرك لكنه رضي الله تعالى عنه وارضاه كان معجز الاسلام كان استاذا للبشريه كلها في الصبر وفي تحمل وفي تحمل الاذى حاولوا بكل وسيله ان يغروه بان يقول كلمه واحده كلمه تحفظ تحفظ لهم كبرياءهم تحفظ ماء وجوههم كلمه واحده يعلن بها عظمه اصنامهم إلا أن الكلمة التي أصر عليها بلال وظلت نشيدا يردده تحت الصياط وتحت الجمار وتحت الحجارة وتحت الضرب إنها عبارته الخالدة أحد 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 يقتربون منه في تهكم وسخرية أذكر أذكر هبل أذكر منات فيقول ان لساني لا يحسن ذلك ان لساني لا يحسن الا هذه العباره التي تدل على ايمان قوي استقر في قلب بلال وينفجر اميه بن خلف غضبا وحنقا وغيظا ويحلف بالهته قائلا واللات والعزى لاجعلنك للعبيد والسادات مثيلا لاجعلنك للعبيد والسادة والسادات مثلا ويجيب بلال في يقين المؤمن الراسخ احد احد ويعود للحديث والمساومه مرات ومرات لكن بلال رضي الله عنه يزلزلهم زلزالا بكلمه احد احد والذي سيخفف عن بلال وسيخفف عن اميه بن خلف هذا العذاب لان كلاهما معذب بلال يعذب تحت الصياط وتحت الضرب والتعذيب واميه بن خلف يعذب داخليا ونفسيا لانه لم يستطع ان يقوم اعوجاج بلال في نظره الذي سينقذ الاثنين من هذا العذاب رجل اسمه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقف عليهم وهم يعذبون بلالا فصاح بهم قائلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم يصيح في وجه اميه خذ اكثر من ثمنه واتركه حرا فما كان من اميه الا ان يقول مستهزئا والله لو ابيت الا ان تشتريه باوقيه واحده لبعتكه بمعنى أنني زاهد فيه ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يرفع مقام بلال وحق له ذلك قال لو أبيتم أنتم إلا مئة أوقية لدفعتها أي مئة ثمن هذا الذي ذكرت مئة مرة لو أبيته إلا ذلك لأعطيتكه وحررته وذلك ليبين لهذا الرجل إن كان بلال ان كان بلال رخيصا عندكم فانه غال عند الله ثم عندنا هكذا اعتق بلال رضي الله تعالى عنه بعد ان اعطى للامه وللبشريه كلها درسا عظيما في الثبات وبقي بلال في صف الحبيب عليه الصلاه والسلام وبعد هجره الحبيب والمسلمين إلى المدينة كان بلال قد رشح لعمل عظيم واختير لعمل جليل إنه الأذان ذلكم العبد الذي كان تحت الصياط يقول أحد أحد أكرمه الله أن يصعد فوق صعدات المدينة ويقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اكرمه الله تعالى ان يرفع ان يكون اول اول من يرفع هذا الاذان اول من يرفع هذا النداء الخالد اعلانا لفريضه عظيمه وهي الصلوات الخمس انه بلال رضي الله تعالى عنه الذي حضر المواطن كلها والغزوات كلها مع الحبيب عليه الصلاه والسلام ولئن استحضرنا تلك الغزوات التي حضرها بلال وجاهد فيها بلال ودافع فيها بلال عن الاسلام لن ننسى ولن نتناسى يوم بدر الذي لاقاه الله مع ذلك الصنديد الذي كان يعذبه وكان يوثر عليه من انواع العذاب ويلقي عليه من انواع العذاب اميه بن خلف الذي حينما راى هزيمه المشركين وراى انه سيقتل في تلك المعركه احتمى بعبد الرحمن بن عوف وقال انقذني يا عبد الرحمن ان لك رحما اجعلني اسيرا لك اكون اسيرك و اكون في اغلالك خير من ان يقتلني احد اصحابك وبينما كان عبد الرحمن يجر اميه بن خلف اسيرا لمحه بلال فقال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا فقال له عبد الرحمن اي بلال انه اسيري فما كان من بلال الا ان صاح باعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف والله لا نجوت إن نجا وألقى بلال على جثمان أمية الذي هوى تحت سيوف المسلمين صريعا وبلال يصيح وهو على ظهر جثمان أمية بن خلف أحد أحد يكرر ذلك النداء الذي كان يكرره تحت الصياط وكأنه يسمع أمية بن خلف ما يكرهه بعدما أسمعه ذلك في مكة أسمعه ذلك في بدر، وتمضي الأيام ويأتي يوم عظيم إنه يوم فتح مكة، يوم فتح مكة أكرم بلال بوسام آخر أكرم بلال بعد ذلك التكريم الذي ظل ثمان سنوات في المدينة يرفع الأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل ثم رسوله الكريم بأن يصعد على ظهر الكعبة فيرفع أول أذان في مسجد الحرام أول أذان إذا كنت تسمع عبر الميديا عبر التلفاز عبر القنوات الاذان المباشر من مكه اعلم ان اول من اطلق لسانه وصوته الرخيم بالاذان فوق الكعبه انه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وهنا كان ثلاثه من الذين اطلق سراحه من الطلقاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء ابو سفيان بن حرب أسلم قبل ساعات قليلة. عتاب بن أسيد والحارث بن هشام لا زالا يترددان ولم يسلما بعد. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذا. يعني يقول لقد أكرم الله أباه الذي مات على الشرك حيث لم يسمع الأذان يرفع على ظهر الكعبة. فقال له أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أي لا أعقب على ك... على كلامك بكلمة فلو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى أي هذه الحجارة التي بجانبي ستخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قولي وفعلاً استدعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وقال لهم لقد قلت أنت كذا وقال لك أبو سفيان كذا عندها صاح الحارث وعتاب كليهما صاحا بصوت واحد نشهد انك رسول الله والله ما سمعنا احد فنقول اخبرك واعلن اسلامهما وظل بلال رضي الله تعالى عنه في خدمه الدين وفي خدمه الاسلام وعندما يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم استاذن ابا بكر الصديق ان يلحق الى بلاد الشام أن يسافر إلى الشام فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بل ابق معي في المدينة أستعين بك وتؤذن, وتؤذن لنا فقال يا خليفة رسول الله والله ما أستطيع أن أرفع الأذان لقد جرب أن يرفع الأذان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا وصل إلى كلمة أشهد أن محمد رسول الله يغلبه البكاء فلا يستطيع أن يكمل الأذى فقال ذلي خليفة رسول الله أن أرحل إلى بلاد الشام ورحل بلال رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام ولما رجع إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه رجاه عمر رجاء واحدا فقال يا بلال ذكرنا بايام رسول الله. ذكرنا بايام الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. أسمعنا الاذان وبينما كان الناس بعضهم في تجارته، بعضهم في فلاحته، بعضهم في صناعته، إذا بهم يفاجؤون بصوت كانوا يسمعونه في زمان رسول الله. وبكى أهل المدينة جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا حيث ذكرهم اذان بلال بايام الحبيب صلى الله عليه وسلم. بلال من المبشرين بالجنه وان لم يحسب من العشره فليس العشره وحدهم هم الذين بشروا بالجنه وانما هناك عشرات من من الصحابه بشروا بالجنه ومنهم بلال رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا بلال حدثني بأرجى عمل عندك فإني سمعت قرعنا عليك في الجنة قل لي أي عمل ترجو أن يكون قد بلغ بك هذه الدرجة فإني سمعت مشيتك في الجنة فقال يا رسول الله والله ما رأيت لي من عمل إلا أني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين وفي هذا الحديث فضل ركعتي الوضوء وفضل بلال رضي الله تعالى عنه. بلال رضي الله تعالى عنه من اخلاقه التواضع ذهب يوما يخطب له ولاخيه اي يخطب لنفسه ولاخيه زوجتين فقال لابيهما انا بلال وهذا اخي عبدان من الحبشه كانا ضالين فهدانا الله. كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فاعتقنا الله ان تزوجونا فالحمد لله وان تمنعونا فالله اكبر انظروا الى تواضع بلال رضي الله تعالى عنه وحينما حضرته الوفاه بكته زوجته وهي تقول وا حزناه وا حزناه اي ما اشد حزني على فراقك يا بلال ويرمقها بلال وهو في النزع الأخير ويقول لها, ويقول لها لا تقولي وحزنا بل قولي وفرحتا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه فنسأل الله تعالى أن يلاقينا بهؤلاء الأحبة محمد وصحبه الكرام في جناته جنات, جنات النعيم والحمد لله رب العالمين هم النجوم منيرة سما الظلام، هم الليوث عزيزة يوم الحمام، هم الصحاب لا ريب يصيبهم، هم الامان هم الغر الكرام، هم الامان هم الغر الكرام، هم الرجال اختارهم رب العباد، فكانوا خير مدافع يوم الخصام صلاتنا على الصحابة كلهم أوصى بهم نبينا خير الأنام أوصى بهم نبينا خير الأنام